معاكم أستاذنا أحمد أمين، حلقة 27 من برنامج فكرتي. هنتكلم النهاردة عن تعليم قديس بوليكاربوس العامة. هنتكلم عن الحلقة السابقة عن تعليم وتخص التجسد. هو كتب لأهل فيليبي، ورسالة فيليبي اللي كتبها بولس الرسول كان عن الفرح، فمعظم الكلام برضه هنا عن الفرح. هو يفرح فرحا عظيما في المسيح، مستخدم عبارات برضه الرسول بولي والرسول بطرس، زي عبارات الرسول بطرس سؤال: وإن كنتم لا ترون لكنكم تؤمنون به بفرح عظيم لا ينطق به. بطرس الأولى 1:8. استخدم عبارة بولس: بالنعمة وأنتم مخلصون. أفسس 2:5 دي كان بيرددها كتير جدا للأنبا ميخائيل مطران وصوت المتنعية، ويؤكد على الإيمان بكلمة المسيح، ويسأل اللي بيرفضوا دم المسيح وإيمان بدمه يتعجب منهم يعني. يقتبس كثيرا من وصايا الرب العالى في الموعظة عن الجبل. رسالة فيليبي 2، وفقرة 3 بتحدث عن الإيمان والرجاء، فبيقول: من كانت عنده محبة يتفادى الخطية. كمان بيحذر القديس بوليكاربوس من محبة المال، ليه أصل كل الشرور، لأننا دخلنا العالم لا شيء ونخرج منه مفيش شيء. أذكر القديس بوليكاربوس برضه وصايا واجب الزوجات أن يحذرنا إذا رهننا كل أمانة من الأرامل، يقول مذابح للرب، ويحث الشباب أن يكونوا بالعيب طاهرين، والعذارى يعيش الضمير نقي بالعيب أيضا. ده في الفقرة 5، وركز على خصوص إن هما يتعاملوا برأفة مع الجميع، خدوا بالكوا، تاخدوا المرضى، يهتموا بالأرامل والأيتام والفقراء، ويتجنبوا العثرات والأخوة كذا. كمان القديس بوليكاربوس وصى بالصلاة لأجل الملوك والرؤساء، ولا سيما الذين يبتغونكم أيضا لأجل عداء الصليب، لكي تكون ثمارهم ظاهرة لكل الناس ويكونوا كاملين في المسيح يسوع. 12، والصلاة لا تغني عن العمل الإيجابي أيضا بجانب الصلاة اللي تقدر تعملها. ونكمل بإذن ربنا في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.